في الاستوديو هنا ينضم لي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ حمود ناجم. حياك الله أستاذ حمود، يعطيك العافية. الكلام كله الآن على العقوبات اللي بتصير مستقبلا، 500,000 وسجن وكذا. أعطينا الملمحة سريعة عن هذا الموضوع عشان الناس بس ننورهم على اللي بيصير مستقبلا. طبعا نظام التحرش هو يتعلق ب الوقوف في السلوكيات الإجرامية، في التعدي على الغير، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، أيوة، أو بما يوحي في إلحاق الضرر بالطرف المقابل. وقانون التحرش من الأنظمة التي فيها سعة كبيرة، أيوة، في تفسير هذا الفعل وهذا النص. جميل. ولذلك نحن نقول أن سلطة القاضي وسلطة التحقيق، أيوة، وسلطة حتى من يتولى الدفاع والمرافعة فيها شيء من السعة. طيب. لماذا؟ لأن هذا الفعل يقبل الضد، يقبل التأويل، ممتاز، يقبل التفسير، ولذلك السلطة فيه واسعة، بمعنى أن هذا الفعل ليس محكوم بحد أعلى وحد أدنى. طيب، إذا أنا أجي أقول يعني هذا الشخص متحرش، كيف أنا أثبت عليه؟ أثبت عليه بس برسائل ولا أنا بالشارع أنا وياك؟ لا، الآن نأخذها كواقعة. أيوة. بالنسبة لأسلوب التحرش يختلف وفق عرف المجتمع وعاداته وتقاليده والنمط الاجتماعي، أي، والسلوك المجتمعي. يعني الناس يعني ثبتت عاداتهم وتقاليدهم وقبل هذا قيمهم الدينية على أخلاق معينة، هذه الأخلاق من تجاوزها أو جاء بضدها يعتبر متجاوز لهذا الحد، وبالتالي نحن نقول أن فعله، هذا الفعل الذي سلكه هذا الشخص، فعل مجرم. بس تختلف هنا نوعية الجرم، وهل هو جرم يستحق العقاب أو أنه جرم يستحق مثلا الاعتذار كما تقول العرب، الاعتذار دية الكرام، يختلف هنا. طيب، لذلك سعة القاضي زي ما ذكرت سلطة واسعة جدا في تقدير هذه الأفعال. كيف أنه يعني واحدة بالشارع تحرش فيها واحد، كيف هي تثبت أنه هالرجال تحرش فيها أو رجل تحرشت فيه امرأة؟ شلون يثبت؟ طيب، لأنه النظام على الذكر والأنثى أو لا؟ أنا صحيح، هو التحرش ينطبق على الجنسين والفعل يندرج على الجنسين، وبالتالي ننتقل إلى أدوات الإثبات. أيوة. أي وسيلة يمكن أن يثبت بها هذا الفعل؟ في كثير يكون عن طريق التصوير، مثلا صورة، طبعا الصورة تقبل الإثبات والنفي، عن طريق الشهود، شهود الحال والواقع اللي موجودين، عن طريق مثلا طبعا ممكن تكون شهادة لنقل فعل معين أو شهادة لسماع معين. ترى التحرش قد يكون فعل بإشارات معينة أو قد يكون بألفاظ معينة. ولذلك يعني بالمناسبة يعني ليست ظاهرة التحرش تلك الظاهرة الواسعة والكبيرة، لا، من فضل الله جل وعلا. مجتمع ترى محكوم بقيم وعادات، فيه التزام، فيه تعاون، فيه يعني هذا المجتمع من فضل الله مجتمع. صحيح. في النهاية ستقول عنه مجتمع محافظ إلى درجة كبيرة جدا، ولكن ضرورة سن هذا النظام يقتضيها الحال، تقتضيها المتغيرات والظروف الاجتماعية الحالية، يقتضيها الوضع المتغير فيما يتعلق بالتعاملات والحد من سلطة التحقيق وسلطة القضاء وحصرها في يعني دراسة قضية في جهة معينة. هذا يريح حتى المحكمة التي تحال هذه القضية وتنظرها. طيب، إذا شخص تعرض للتحرش إلى من يشكو؟ يروح الشرطة؟ طبعا ولا لا، بتروح طبعا لجهة الضبط الشرطة، ثم تحال للنيابة مباشرة، تجري النيابة فيها التحقيق وتستعرض فيها القضية وتسمع فيها البينات. قد ترى النيابة أن هذا لا يستحق أو لا يرقى إلى مستوى الجرم أن يروح، يعني تأمر بحفظ الأوراق. وأما إذا رأت أن هذه فعلا هناك أدلة وإثباتات وقرائن تثبت هذه الواقعة، تخرج لائحة اتهام وتحيل للمحكمة التي تنظر في هذه القضية. لكن دائما سلطة القضاء حد أعلى وحد أدنى. يعني تجد مثلا الذي يشكو في قضية تحرش يعتقد أن القضاء سيحكم بتلك العقوبة الكبيرة، وأن القاضي ما عنده شغلة أنها قضية التحرش. نعم، ولذلك يعني ينتظر من القاضي أنه بالضبط تعالني، وأنه ما عنده شغلة لها الموضوع. ولذلك يعني يبغى الناس شوي يصبرون. يعني يعني قبل هذا يجب أن نفهم ما هو أسلوب التحرش. أيوة. الذي النقطة الأخرى وهي نقطة مهمة حتى لا يستغل هذا النظام، يعني لا يكون هناك استغلال لمفهوم التحرش. جميل. في الانتقام، في التعدي، في تصفية الحسابات. أيوة. هنا أنا أسأل سؤال، أنه
بينك وبين واحد مشكله ويبي يورطك في 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 قضيه تحرش وانت تصير رايح جاي من نيابه الى شرطه الى محكمه الى انه وش ممكن تجي عقوبه على الشخص اللي يتبلى. كل قضيه لها ظروف، لكن ترى هذا حاصل موجود الان. ايوه أنت لا تعتقد الآن أن المحاكم ما تنظر في قضايا تحرش إلا تنظر وتحال لها قضايا صحيح. لكن ذكرت أنت نقطة مهمة جدا اللي هو عملية يعني صياغة نوع من الاتهام، ويدخل فيها الابتزاز، يدخل فيها الإيذاء، يدخل فيها الإيقاع بالشخص، يدخل فيها الانتقام، وأنت يصير ما عندك شغل ولا محكمة، رايح محكمة راجع من الشرطة راجع، وأنت القضية كلها ما تدري عنها. ولذلك نحن نقول دائما أن سلطة التحقيق أو إجراء التحقيق في النيابة هو حقيقة مرحلة في غاية الأهمية، لأنه درجة بين درجتين، إما أن يطلق سراحة ويحفظ هذه القضية، وإما أن يدينه ويصدر قرار. إذن نقول قبل تروح للمحكمة النيابة يجب عليها أنها تقوم بدور شوي كبير بحيث أنها تحد من القضايا اللي تروح للمحكمة. أنا في تقديري أن دور النيابة في مثل هذه يعني مثل هذه الدعاوى دور مهم جدا. أولا في التخفيف على القضاء في قضايا قد لا يرى القضاء القاضي فيها، قد لا يرى القضاء فيها أنها يعني تستحق النظر في لعدم ثبوت الأدلة أو لأن هذه الأدلة فيها سعة كبيرة. والقضاء أنت تعرف احترازاته كبيرة صحيح جدا يعني صحيح. لابد يكون فيها أدلة، لابد أن يكون فيه إثباتات، لابد أن تكون الدعوة مقرونة بما يثبتها، وحتى أيضا تكون هذه الدعوة رادعة وزاجرة لغيرهم. يعني احنا نتصور ان النيابه يكون لها ان شاء الله يعني باع كبير يعني. انا شاكر لك وانا استفيد منك شخصيا دائما في ظهورك الاعلامي، فحرصنا جدا انك تكون معنا اليوم استاذ حميد الناجم المستشار والمحامي. يعطيك العافيه، اشكر لكم هذا الاهتمام. الله يحفظكم. ما لنا فضل، الله يجزاك، الله يحفظكم.